اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبة اينما كنتم، ارحبوا بكم اجمل الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل يوميات مواطنينا في بغداد. طبعا احنا كنا نفرح من نشوف اكو عمل، وكنا نتفائل من نشوف اكو بناء، وكنا ننشغل بابتسامة وبفرحة وبتفاؤل وبأمل من نشوف اكو ناس واكو جهود واكو جاي يقدمون شيء للبلد. وانا على مر السنين وعلى زمن الحلقات اللي صورناها كلها تقريبا، احنا نقول نكيف باللي يشتغل. هسه منين هو، شنو اصله، منين فصله، هذا اني ما لنا علاقه به. احنا نريد الناس اللي تشتغل ميدانيا ويكون عملها فعلي لا ورقي، يكون عملها بالشارع وبالميدان لا بالمكاتب والتصريحات، واضحين جدا. ونفرح وكلنا امل من نشوف اكو شغل بالشارع. يوميا نقول الخدمات والخدمات، وعلى مدى سنين نقول خدمات، وهذا البلد يجب ان تقدم الى الخدمه بشكل او باخر، وخلوا الناس شويه تفتح، يعني تشوف انه اكو بادره امل. اليوم طبعا يوم امس كان اكو لقاء للسيد رئيس الوزراء وتحدث عن جهود تقدم للمواطنين خدمية، يعني خلينا نسميها بشكل أو بآخر لجنة خدمية لدراسة والإشراف ميدانيا على بعض المشاريع في بغداد. احنا هسه احنا اليوم في الحرية تحديدا، واحد من الشوارع الرئيسة بمنطقة الحرية، يمكن هذا الشارع من يكون اكو بيه عمل، حتى الناس اللي منا ومنا فرحانين. يعني هسه احنا بعدنا كل شيء ماكو تراب، بس اكو عمل الناس فرحانين. انا سالت واحد من الاخوه قبل قليل، قلت له شنو وضعكم؟ قال والله يمكن افضل فرحه على هاي السنوات الاخيره، يعني ما فرحان الا اليوم، فرحت من شفت اكو اليات واكو عمل واكو مشاريع واكو وجهة نظر متوجهة للخدمات. هسه أنا واحد من الناس كنا نفرح نشوف منطقتنا، نشوف مناطقنا، نشوف شوارعنا، نشوف مدارسنا، يعني خطوة بالاتجاه اللي الناس بحاجته، وهذا لازم نوقف وياه. السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني بعد دراسة اللجان المختصة انه قال والله يعني شوفوا الخدمات وشوفوا الوضع درسوه. الان لجان مختصة بموضوع الخدمات من الدوائر الخدمية في بغداد، وايضا الجهود اللي يعني الجهود اللي تقدم، عليكم السلام حبيبي، والجهود اللي تقدم بشكل او باخر للمواطن، هذا يعني محط اهتمام بالنسبة لنا ومحط اهتمام لكل من يجد فرصة للعمل. هذه الصورة اللي أمامكم الآن، يعني بعض الحفريات، بعض الترتيبات الخاصة بالمنطقة. طبعا مشتركة بهذه يعني بهذا الجهد أيضا هيئة الحشد الشعبي موجودين أيضا على عاتقهم بعض الخدمات اللي تقدم، كونهم أيضا يعني قدموا تضحيات، وأيضا الآن بدراسة للواقع اللي موجود بداخل هذه المنطقة. طبعا منطقة الحرية واحدة من أهم المناطق في بغداد، وتعتبر منطقة مهمة جدا يعني لمداخلها ولما تعاني هذه المنطقة وهذه المدينة تحديدا من تلكؤ في بعض المشاريع والخدمات. هسه احنا نكون ميدان بالشارع وتشوف قراءة الواقع، هذا طبيعي يدل على انه اكو
اكو فرصه، اكو فرصه للعمل يعني، وهذا طبيعي يكون بها رده فعل ايجابيه للناس وحتى بشكل او باخر لما يقدم للمواطن. الان كنا نبحث عن خدمات، كنا نبحث عن فرصه جاده من قبل الجهات المعنيه. هسه السيد رئيس الوزراء من يقول، السيد محمد الشاعر السوداني من يقول خدمات، كل الناس مشاعرها تتحرك، كل الناس تحس انه الرجل يريد يقدم خدمه. احنا اللي يقدم خدمه حياه الله، كمواطنين كافراد ما لنا علاقه بالموضوع، كمواطنين وافراد نحتاج الى انه بلدنا يكون بي تقدم الخدمه ومواطننا يطمئن ويرتاح. هذا اللي يريد. ما اختلفنا سياسيا، نختلف في بعض الامور، لكن خدميا والخدمه اللي تقدم للناس هذا الشيء الضروري، وهذا الشيء اللي المفروض يتم معالجه الموقف على هذه بصراحه هذه السنوات الان بشكل او باخر. يعني هذه فرصه انه تكون بيها يكون بيها عمل، يكون بيها دراسه للواقع، يكون بيها بعض المشاريع، وهذه واحده من المشاريع المهمه هي الخدميه اللي لازم يكون المواطن بشكل او باخر يحس بما يدور بشكل او باخر عن موضوع الخدمات. يعني خدمات كنا بحاجتها. خلينا نشوف المواطنين زميلي علي، يعني نسولف وياهم بشكل او باخر، لانه بعض المناطق تحديدا في بغداد تعاني ما تعاني من قضيه المشاريع، تعاني ما تعاني من قضيه البنى التحتيه اللي موجوده. هسه انا ما اتحدث عن البنى التحتيه على مدى اعوام، انا بشكل تراكمي، ما اتحدث بشكل تراكمي، اتحدث الان. اذا تكون اكو فرصه للعمل طبيعي اكو بيها يعني بيها لون من العمل الميداني. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ قواك الله. شلون صحتك؟ ان شاء الله زين. شلون الامور؟ يحفظك. حريه منا؟ اي نعم منا قاعد. شلون والله الحمد لله والشكر. جهود الاخوه هنا الله يوفقهم ان شاء الله. جزاهم الله خير. والله جزاهم الله خير الف مره. اللي يريد يشتغل ويقدم خدمه للناس هذا نقول له عم حياك الله واشتغل. موفقين ان شاء الله. موفقين، اي والله موفقين، الله يحفظهم. زمان المنطقه بهذا الشكل؟ والله احنا اول ما صارت على هالحطه هاي، هالطينه وهالضيم هذا. اي والله متذبين. صار له؟ والله صار هواي، فوق العشر سنين، فوق العشر سنين. اي والله. زين. عجب ما حد اجاها، ما حد. لا عمي اهل يجي يحكي مالاته ويمشي ويروح. والله العظيم ما حد اشتغل غير هسه، اشتغلوا جماعه بلديه الشعله واخوتنا الحشد. موفقين ان شاء الله، الله يوفقهم وان شاء الله هم يستمرون. هسه احنا قدامهم نقول لهم ان شاء الله يستمرون وينجزون هذا المشروع. اللهم امين ان شاء الله. شو نريد احنا يا اخوي؟ والله تدينا بالقران طبعا. المنطقه ما بيها تجاوز؟ لا لا الحمد لله والشكر. طابو؟ طابو زراعي. طابو زراعي المنطقه كلها؟ زراعي بس قديمه. قديمة يا أبي، حياة قديمة. حرية الأولى الثانية؟ لا احنا احنا تابعين للدور، منا الدور ومنا حي العدل، احنا بالنص مالتهم صرنا. انتم من زمان حايرين بيا بلدية، بلدية الشعلة. نروح للشعلة يدزونا على المنصور. والله العظيم اذا تروح للمنصور يدزوك على الشعلة، ظلينا احنا تايهين. ما صار في بعد؟ ابد. اي والله لحد قبل اسبوع احنا بالضيم. وجهال المنطقه ما تحركوا؟ نعم. موضوع البلديه لو تصنفون على بلديه الشعله حتى تصيرون على وجه، لو على بلديه المنصور. والله هسه حاليا احنا صفينا بعد على الشعله. زين. يعني الشعله هسه هي جات تشتغل لنا. موفقين. اي والله. مشاريع بعد عندكم مشاريع اخرى لو بس هذا؟ والله هسه عندنا اهم شيء هو التبليط. احنا هسه اهم شيء عندنا التبليط، وبعدها ما تمليك ما تمليك اذا تبلطت هي ان شاء الله ملكوها بعد. ان شاء الله. ان شاء الله. ممتن. يحفظك. طيب تحياتي وسلام لك يا طيب. الله يبارك يسلمك حبيبي، حياك الله. طبعا انا حكيت بالبدايه قلت ان المشاريع اللي ممكن
انه في يوم من الايام بصراحه يكون اكو تحسن بالخدمات، موضوع الخدمات بشكل او باخر، وكنا امل انه تكون هذه المناطق هي وجهه للخدمات والتوجه عفوا الخدمي ولانشاء المشاريع المهمه الاستراتيجيه. هسه انا ما سالت عن المشاريع او سالت عن المشاريع الاخرى، لكن كل اهتمامه انه التبليط، يعني شوفوا المرحله اللي احنا وصلنا لها في هذا الوقت تحديدا، يعني بشكل او باخر يعني نحتاج الى الخدمات، يعني الخدمات هي الاساس لبدايه مرحله فعليه، بدايه مرحله عمل حبيبي، بدايه فعليه للمشاريع. من يكون اكو تبليط واكو مجاري بنى تحتيه، يعني اقصد بشكل عام، وطبيعي جدا من تكون المناطق مخدومه، هذا المواطن ايضا تكون عنده رده فعل بحقيقه ما يقال وحقيقه ما يشاع، وايضا الفرصه فرصة لفرص عمل لشبابنا، تكون اكو فرص عمل لبعض الشركات اللي فعلا تعمل من اجل الخدمات. يعني هذا بشكل او باخر، لانه لازم المرحلة الان اللي نتحدث عنها بشكل او باخر هي مرحلة خدمات. احنا الان امام مهمة كبيرة جدا، ألا وهي موضوعة الخدمات اللي بصراحة كل مواطن يحتاج إلى الخدمات، وهذا يدل على أنه الفرصة الكبيرة أمام السيد رئيس الوزراء أنه تكون هذه الفرصة للعراقيين لموضوعة الخدمات وإنشاء المشاريع والبنى التحتية وغيرها من الأمور المهمة اللي ترتبط ارتباط مباشر مع حياة المواطنين، ألا وهي الخدمات طبعا بشكل كبير جدا. هذا يدل على أنه أكو فرصة وأكو مشاريع تقام، لكن يحتاج إلها عمل، يحتاج إلها إرادة، يحتاج إلها تخطيط. التخطيط العمراني جدا مهم، من يكون اكو تخطيط لمستقبل البلاد ومستقبل الخدمات ومستقبل شبابه ومستقبل امكانيته التعليميه والعلميه والتخطيطيه. احنا اللي ايضا بشكل او باخر من تكون الفرصه امام مواطنينا يعني بهذه الصور. طبعا المشاريع اللي تحدثنا قبل قليل عنها مو فقط انه بهذا الشارع، لان اللي جاي لاحظه ايضا ببعض الافرع الرئيسه بالمنطقه. انا سالت قبل شوي المواطن، قلت له على يا بلديه، لانه سابقا حاروا الاخوه من يعني الاخوه مواطنينا بمنطقه الشعله، او عفوا بمنطقه الحريه، وبصراحة واحد يذبهم على الثاني، بلدية المنصور تقول لهم لا تعال الشعلة، والشعلة يقولوا لهم تعال المنصور، فلذلك انه صاروا هم بالنص بالوسطية. يعني عموما نرجع على قضية المشاريع، طبعا الجهد الهندسي اللي موجود الان يقوم بدراسة يعني دراسة المنطقة من الجانب العلمي، ايضا باجهزه متطوره اللي اشوف اجهزه يعني العمل اللي موجوده، ايضا قابليه الاخوه على استمرارهم بالعمل بشكل او باخر، هذه ايضا فرصه للعمل امام هذه التفاصيل المهمه اللي ذكرتها قبل قليل. بالتالي كل الامور
هي محط اهتمام بالنسبة لنا، وكل الأمور اللي الآن بشكل أو بآخر هي فرصة للعمل، العمل الميداني. بالتالي هذه الصورة من أفرع الشوارع الرئيسة بمنطقة الحرية في بغداد، يعني خلينا نقول بلش العمل بها مبكرا حتى لإنجاز ما تقوم به لجنة الخدمات في رئاسة الوزراء لحل مشكلة الخدمات أو المشكلة الخدمية تحديدا في هذه المناطق اللي تعتبر مناطق هي مهمة وحيوية في بغداد وشعبية أيضا. بالتالي هذه الصورة. السلام عليكم، شلونك حبيبي استاذ؟ شو اخبارك حبيبي؟ شلون صحتك؟ الله يوفقك، الله يحفظك، الله يقويك، عافيتك، الله يحفظكم، ان شاء الله زين خير الحمد لله. تحدثنا عن المنطقة بشكل عام، ونتحدث عن اللجنة اللي خصصت من قبل السيد رئيس الوزراء لموضوع او لمتابعة الأعمال الميدانية. فرصة اليوم للعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تشكل فريق الجهد الهندسي الخدمي بعد وضع خطة متكاملة أشرف عليها دولة رئيس الوزراء، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي والاجتماع اللي عقد برئاسة دولة رئيس الوزراء، وأمر بالمباشرة الفورية بأعمال الجهد الهندسي الخدمي. نحن اليوم في منطقة شاكر العاني، هذه المنطقة محرومة وضمن المناطق المحرومة التي رشحت هي المباشرة للعمل فيها. الأعمال تشمل جانبي الرصافة والكرخ. نحن الآن في الشارع الرئيسي، يبلغ طول هذا الشارع منطقة شاكر العاني 550 متر، وأطوال الشوارع الأخرى حوالي 3500 متر طول. العمل يشمل كامل المناطق المحرورة المحرومة لمناطق بغداد، وبعدها يتم الانتقال إلى المحافظات العراقية إن شاء الله تباعا. جهد العامل هو فقط جهد حكومي خالص من آليات الدولة ومن مختلف الوزارات بالنوعيات الآليات المتخصصة، وكذلك تم تهيئة معامل إسفلت لإكمال أعمال التبليط وبفحوصات مختبرية متكاملة. تستمر الأعمال لحين إنجاز الخطط اللي وضعت لهذا الغرض. المهندس عبد الرزاق عبد المحسن معاون مدير عام البلديات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات. جدا ممتن. لكن أيضا خل أسألك بعض الأسئلة على ما أستاذ علي. الجهد الآن اللي جاي يقدم، ذكرت حضرتك أنه بعض الآليات هي من مؤسسات الدولة. نعم. من اللي من الجهد الهندسي؟ كل الجهد الهندسي العامل هو فقط آليات حكومية، عدم مشاركة القطاع الخاص. يعني وجهة نظر دولة رئيس الوزراء والفريق المعاون إلى أنه الجهد الحكومي هو جهد ناجح يخضع للرقابة، وكذلك يوفر وفرات مالية للدولة، وأيضا الأعمال المنفذة تكون بمواصفات عالية كونها تكون بإشراف مهندسين ذوي خبرة، وكذلك بإشراف وجود مختبرات تقوم بفحص الأعمال المنجزة وبكامل المواصفات الفنية. العمل أكو فرصة أو أكو موعد محدد لإنجاز العمل لو سقف زمني مفتوح؟ حقيقة التوجيه دولة رئيس الوزراء أنه يكون العمل بأكثر من شفت. حس احنا بداية يكون شفت صباحي وشفت مسائي. هذه الأعمال تستمر لحين إكمال إنجاز الخدمات في كامل المناطق المحرومة في بغداد. جزاكم الله خير. في خدمتك. تحياتي وسلام. مرحبا. تحياتي وسلام لك. أيضا أنا تحدثت عن إمكانية الجهود اللي مقدمة من الأخوة سواء دوائر البلدية أو أيضا حتى الجهود الحكومية من مختلف المؤسسات الحكومية الخدمية اللي تعنى بموضوعة الخدمات وتقديم الخدمة لهذه المناطق. أنا أيضا بقضية أو بشأن آخر أنه يعني راح أحاول أنه أستفسر عن المعوقات اللي تواجه الكوادر الهندسية في هذه المناطق، كون هذه المناطق أيضا شعبية وبيها بعض يعني
بعض خلينا نقول التجاوزات البسيطة كيف يتم تلافي هذه المشاكل في حال حدوث بعض المشاكل. وأكيد احنا نتأمل أن مواطننا أيضا الكريم يسعى جاهدا بصراحة لإيجاد سبل تعاون بين بين المواطن والشركات اللي الآن موجودة. ومثل ما تلاحظون الجهود الآن اللي موجودة اللي تبذل من قبل الأخوة في دوائر البلدية والدوائر الخدمية الأخرى. حياك الله استاذ علي، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. بصراحه الحديث هوايه بشجون بهذه المناطق، لانه تحدثنا عن امكانيه مؤسسه حكوميه ان تكون بها يعني تعمل بضمن مشاريع. الان يمكن توجيه رئيس الوزراء الحالي باعاده العمل بهذه المناطق كبلدية الشعلة تحديدا. أنا أسألك لأنه جماعة حائرين على بلدية الشعلة، على بلدية المنصور، على أنا ضمن بلدية الشعلة اليوم العمل الشعلة. اليوم ضمن عملنا اليوم ضمن قاطع بلدية الشعلة، وإحنا نعمل ضمن كل أمانة بغداد، ماكو فرق بين بلدية الشعلة وبلدية المنصور. يكون البركة، الله يحفظك، يكون البركة. إحنا مواطننا سبق وتحدثنا، مواطننا يحتاج إلى أن تقدم إلى الخدمة طبعا. بالتالي هذه المناطق مهملة كانت، الآن مناطق عانت من نقص حاد في الخدمات. اليوم إن شاء الله وبتوجيه وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، اليوم إن شاء الله هذه المناطق سيقدم لها الخدمة إن شاء الله. شنو يعني تفاصيل الخدمة، نوع الخدمة؟ الخدمة هي إكساء الشوارع، هي أبسط حقوق المواطن العراقي. الناس تتمناها، الناس تتمناها إن شاء الله راح تتحقق هذه الأمنية. المشاريع الاخرى اللي موجوده، البنى التحتيه موجوده بهذه المناطق؟ هذه احنا يعني راح نكسي هذه الشوارع بجهود الحشد الشعبي بطريقه هندسيه ان شاء الله، يعني بطريقه هندسيه لبعض لقضيه تصريف المياه. نعم. خطه عمل موجوده لهذه؟ طبعا خطه عمل وباشراف مباشر من دوله رئيس الوزراء. الاليات اللي موجوده ايضا، الاليات اللي تشترك بها هي اليات الحشد الشعبي وآليات أمانة بغداد وآليات محافظة بغداد وآليات وزارة الإعمار والإسكان. الشعلة وأهل الشعلة أيضا بعض المناطق شوية تعاني، راح متوجهين لمنطقة الدوانة من اللي هي ومنطقة الخطيب ضمن قاطع بلدية الشعلة. بعد ما عندنا شيء بالشعلة. لا ما عندنا. كملت الشعلة يعني؟ كملت 460، كملت 458 تقريبا راح تكمل محلاتها، 454 كل محلاتها. حاليا عندنا 450 حي جواديا بدأ القشط بيها، فما عندنا يعني حملة إعمار قوية في هذه المناطق. إن شاء الله بيكون. إن شاء الله بيك البركة. خطة الشتاء شلون؟ خطة الشتاء إنه أعمالنا مستمرة لأعمال التنظيف المشبكات ومناهيل المجاري وأيضا محطات الصرف الصحي. موفقين إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك ويسلمك. سلام. الله يا طيب. الله يبارك فيك. هذه بصراحة أنا تحدثنا بشكل موجز عن الأعمال اللي مقدمة بشكل أو بآخر لهذه المنطقة. حتى إذا تلاحظ زميلي علي، أنا يعني تحدثنا عن الإمكانية اللي موجودة لهذه المناطق، لأنه مناطق بصراحة كل مناطقنا تعاني معاناة كبيرة. حتى يعني مواطننا أصبح الآن يتأمل أنه ترجع هذه المناطق خدمتها زينة وترجع الناس مخدومة، لأنه بصراحة الكل يحتاج إلى أنه تقدم إلى الخدمة في ظل هذه الأموال الطائلة اللي تصرف على الخدمات، بظل الأموال اللي خلي أقول تهدر على موضوع الخدمات لكن بشكل فعلي غير موجودة. وهذا بالتالي أنه الآن فرصة حتى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وإعادة المشاريع إلى مستواها اللي يتمنى المواطن. ونتمنى إحنا أيضا الأخوة في بعض أو الدوائر الأخرى التربوية والتعليمية، نتمنى أيضا التفاتة مهمة أيضا هذه إلى السيد رئيس الوزراء
المحترم انه يكون ايضا فد ثوره على موضوعات المدارس والبنى التحتيه اللي فعلا المناطق تحتاجها، وبعض المناطق بصراحه غير مدروسه من الجانب العلمي. السلام عليكم. انا تسمح لي. السلام عليكم الحبيب، شو اخبارك؟ ان شاء الله زينين. شو مو سويت لك؟ انا تيهت. لا لا لا، انت ويانا. احنا الان برنامج واحد من الناس بشكل ميداني، سبق وتحدثنا عن امكانيه المؤسسة الحكومية وما تقدمه من خدمة للمواطن. بصراحة مواطننا عانى الكثير ويحتاج إلى الخدمة، مناطقنا مهملة في بغداد ومحافظات، ويحتاج إلى عمل. هذا العمل إذا ما تكون أكو بجدية وأكو بمتابعة ما راح يكون عمل مستمر. فبالتالي السيد رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة، وأنت أحد الأعضاء الموجودين. تحدث بشكل عام عن بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله توجيهات دولة الرئيس محمد شاع السوداني، من أول خطواته هو تشكيل لجنة فريق الجهد الخدمي الهندسي. هذا الفريق يكون معني في تنفيذ البرنامج الحكومي في منطقة الخدمات، في تقديم الخدمات. هذا الفريق يضم جميع الوزارات المعنية في تقديم الخدمات البنية البلدية، ومنظمة أمانة بغداد، محافظة بغداد، وزارة البلديات، وزارة الكهرباء، وزارة الصحة. كذلك الفريق احنا بدينا في منطقة شاكر العاني، وعندنا ثلاث مناطق أخرى منتخبة تم الكشف عليها وسوف يتم البدأ بها: منطقة حي الكوفة في الشعب، ومنطقة الدوالم في الشعلة، ومنطقة النهروان. يتم تقديم الخدمات انه في إكساء الطرق او مد شبكات، مثلا إصلاح المياه الصرف الصحي، بعدها يتم انتقال المناطق أخرى تباعا ان شاء الله. برنامجكم يختص بسلسلة تفاصيل، لو برنامجكم محدد لهذه المنطقة؟ لا، برنامجنا تقديم خدمات لجميع المناطق المحرومة، يعني إن شاء الله نغطيها بالكامل، وإن شاء الله كل موارد الدولة. فكرة دولة رئيس الوزراء أنه الدولة تمتلك معدات، تمتلك آليات، تمتلك مهندسين كفاء، لكن مشكلة أنه هناك صلاحيات وتعارض صلاحيات. هاي اللجنة تحاول معالجة تعارض الصلاحيات بين الوزارات واتخاذ القرار لتقديم الخدمات. أمانة العاصمة طبيعي من ضمن الجهود اللي موجودة؟ أكيد. أنا أصلا مدير عام تخطيط في أمانة بغداد، وأمانة بغداد وبتوجيه السيد أمين بغداد كل المستنفرة مع الفريق الجهد الخدمي الهندسي. هذا اللي نتمناه إن شاء الله. عندكم خطط بعد، خطط عمل؟ خطط عمل كأمانة بغداد هسه؟ أمانة بغداد عندها خطط في تقديم خدماته على خطط المشاريع الاستثمارية وعلى خطط المشاريع التنمية التقنية. عندنا حاليا أكثر من 179 حالة في مجال الإكساء، عندنا تقريبا 24 حالة في مجال المجاري، وكذلك عندنا حالات في مجال البيئة، بالإضافة للأعمال الموازنة التشغيلية في تقديم الخدمات بشكل كامل. عندنا خطط لخصخصة قطاع النظافة، أيضا خطة كاملة لمات بغداد، واختيار لنا منطقتين في بلدية الكرادة والمصول خصخصة النظافة لمعالجة كافة الإشكالات إن شاء الله وتقديم خدمات. أنت واحد من المواطنين أيضا اللي تتجول في بغداد وتشوف بغداد، ويعني وصاحب المسؤولية يقول يعني أنا صاحب مسؤولية، شلون أقدر أقدم هذه الخدمة؟ وأكيد يعني حضرتك أنت في بغداد تحس بهذا الألم اللي يشوفونه مواطنينا يوميا. اكو خطه يعني للخلاص من هذه الازمه، ازمه الخدمات وسوالف الخدمات هواي سوالفنا. هو احنا هاي الفريق الخدمي ان شاء الله، واضح احنا نكون ان شاء الله توكيل على الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، وبتعاون المواطن معنا نقدم هاي الخدمه ان شاء الله. ان شاء الله. انا مهندس محمود السوداني، مدير عام تخطيط في مات بغداد، عضو الفريق الخدمي في مكتب رئيس الوزراء. اترخص لي عندنا اجتماع. تحياتي وسلامي، الله يبارك فيك ويسلمك. ايضا يعني استاذ محمود لجنه التخطيط او مدير التخطيط، السلام عليكم، شلونك حبيبي استاذ العزيز؟ الله يبارك فيك. وبالتالي هذا ايضا يحسب للاخوه في امانه العاصمه، كون المشاريع بشكل او باخر ايضا من ضمن صلاحياتهم وواجباتهم تقديم الخدمه لمواطننا الكريم. سبق وسولفت عن الخدمات، لانه دائما بالبرنامج انا اجيب طار الخدمات وبشكل او باخر، لكن اللي نتمناه انه في هذه المرحله
تقديم الخدمة لمواطننا الحبيب بشكل أو بآخر. السلام عليكم. قواك الله. شلون عافيتك؟ الله يسلمك. الله يخليك. شلون أمورك؟ الله يسلمك. شلونك عمو؟ خير الحمد لله. حبيبي شلونكم؟ زين؟ عمو الله يسلمك. عموما أبو عبد الله. أبو عبود شلونك؟ الله يخليك. العافية. خير الحمد لله. منطقة شلونها؟ والله الحمد لله ماشي. الحمد لله زين الحمد لله. هي على الشعلة. هي الشعلة بس هي يقولون اكو قسم على المنصور واكو قسم على الشعلة. يا سلام. وتم الخدمة هسه يا اللي يجي حياها. حايرين هسه على هسه هذا الشارع بلطو وذاك بلطو بس شنو اكو هناك كم بيت عاصيات يعني صايرين بنص الشارع. والله بالبداية هنا. زين هاي شلون حالك؟ حاكي هناك يقول لك هاي على المنصور واحنا باقين بين هاي وها. زين ابو عبد الله من زمان هنا بالمنطقة؟ اي قديم. كيف صالك؟ صار لي تقريبا 12 سنة هيك. ما شاء الله. اي والله. المنطقة شنو اللي صار بيها جديد؟ يعني عمار على اي عمار على مدى 12 سنة؟ عمار والله بس الاهالي يعني على حسابهم. كل شيء على حسابهم كله على حساب مجاري وماي وتبليط كله على حسابهم والله يعني الحكومة كانت ماكو استوها شو الله داها. بلكت الله جديد. بلكت اي والله بلكت الله على الحكومة الجديدة. المواطنين نريد الخدمة والله. اي والله الخدمة شو نريد من عندهم؟ ننافس على حاصلين كل شيء ما حاصلين بس نريد الاساسيات وهاي والله الحمد لله الحمد لله وشكرا الله يبارك فيك. الله يسلمك. عبد الله بالمدرسه؟ لا والله مو بالمدرسه لا والله. كاسب والله العيشه شويه صعبه. اي والله الظروف صعبه. الله يسعدك. 14 نفر برقبته وبرقبته بس. الله يكرمك. الله يسلمك. يا طيب. الله يخليك يا طيب. والله احنا شوف المدرسه والتعليم لازم شو تسوي بس يا غير العيشه صارت صعبه. حكومه ما منتبهه للشباب هاي ماكو ما يدورون مستقبل الشباب. شو تسوي؟ الحمد لله الحمد لله بالعون الحمد لله والشكر ان شاء الله بلكت الله هسه احنا والله بنجي نقول لعمي. اي والله هلا بيك نهوس وياه نصفق وياه كل شيء ماكو بلكت الله ان شاء الله الحكومه نتامل ان شاء الله بيها خير. جزاك الله خير. الله طيب وكم مشكورين وما قصرتوا. الله يبارك فيك ويسلمك وان شاء الله المنطقه كلها يعني اكو بها يعني هسه احنا بالرئيسي بشارع الرئيسي الجو الافرع شلون اوضحها؟ افرع هي افرع يعني قلت لك واحد طاب وما بيها لا لا بيها شغل بيها شغل والله بس هي اكو ناس بيها يعني شو تسوي متجاوزه وهذا لو مو شوي مثل ما تقول قوه ما يرجع ما تجي انت وتقول له مروتك ارجع ما يرجع. انتم الاهالي تعاونكم؟ تعاوننا والله بيها ناس متعاونه الحمد لله والله متعاونه بس اكو يعني كم واحد هم يخربون وجهاء المنطقه خليهم هم وياكم بلكت العظيم مليان هسه هذاك الشارع هذاك ردنا البلطه على حسابنا على اساس وقصيناه وهاي بس كم بيت بالاخير عصن يعني شو مهوسين شو تسوي؟ يا ما ارجع يا برجع شويه متر مترين ارجع متر مترين ما لو مثل هاي هسه القوه غصبا عليه يرجع زين الله يهدي الناس الله يسلمك اي والله شو تسوي؟ هي الهدايه من الله شو تسوي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله وش. انا شاكر فضلك الله يسلمك اهلا وسهلا. شنو شغلك؟ والله كاسب ماكو شغله معينه؟ لا 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 كاسب الحمد لله والله كاسب الحمد لله صحة والعافية الله يسلمك تحياتي تحياتي ابو عبد الله حبيبي. طبعا العمل اللي لاحظه ايضا بالافرع ايضا ضمن الاعمال اللي مشموله ب يعني بطريقه الاكساء او التبليط اللي نتمنى ايضا تعاون مواطنينا الاحبه بشكل او باخر مع هذه الجهود. هسه الجهود البعض يشوفها يعني جهود طبيعية ما بيها يعني والبعض الآخر لا والله يشوفها أنه هذه الجهود لازم أكو فرصة للعمل ولازم يكون أكو بيها لون من التعاون وهذا اللون التعاون اللي نتمناه للأخوة في هذه المناطق يعني اتاحت الفرصة أمام الشركات خل تعمل يعني بصراحة أغلب الناس تعاني من موضوعة الخدمات وبشكل أو بآخر هذه الصورة الجميع يتمنى أكيد يعني يتمنى أنه الالتفاتة والالتفاتة إلى هذه المناطق وإعادة عملها إلى وضعها إلى مستقبل هذه يعني المناطق الغير مخدومة بهذا الشكل. طبعا
اللي في بعض مناطق بغداد تحتاج إلى الخدمات الكثير الكثير. لذلك اللي نتمناه واللي نتمنى أنه تكون فرصة للعمل باستمرار وفرصة للعمل بشكل جدي، واللي نتمنى أيضا أنه يكون فرصة للتعاون لموضوعة الخدمات، ويعني إنهاء موضوعة مشكلة الخدمات في العاصمة. وبالتالي اللي نتمنى التفاتة مهمة من رئاسة الوزراء إلى موضوعة الخدمات بشكل جدي، وهذا يعني مواطننا الكريم يتحدث بهذه القوة، بهذه الصراحة. يا مسؤولين اهتموا في موضوعة الخدمات، اهتموا في المواطن، انطوا الفرصة للمواطن وعينوا مواطننا لأنه عانى الكثير الكثير. فنتمنى الالتفاتة الجدية لموضوعة الخدمات وتقديم الخدمة للمواطن والفرصة للمواطن للعيش في هذا البلد. هذا البلد يمتلك الخير ويمتلك الكثير. هذه فرصة للعمل الجاد. استاذ معين السلام عليكم، حياك الله. شلونك يا حبيبي؟ قواكم الله. سولفنا معكم احنا. احنا ما نعوفك اليوم، سولفنا هوايه. الله يسلمك. الله يبارك فيك ويسلمك. احنا بصراحة وما يجيبونا والله. بصراحة العمل من يكون عمل ميداني يكون اكو بي لمسة للمواطن. المواطن الان يتمنى انه الشارع مالته يتبلط ومنطقته تصير حلوة ومدرسته تصير حلوة، واحنا من زمان نسولف الخدمات. هسه هذا توجيه مهم، راح يكون اكو فرصة للعمل الجدي. طبعا جدية رئيس الوزراء واهتمامه، بحيث عقد الاجتماع يوم الجمعة عطلة رسمية، دعا وزارة الإعمار والإسكان ووزارة البلديات، أمانة بغداد، محافظة بغداد، وهكذا بالنسبة للحشد الشعبي للنزول للقيام بالأعمال الخدمية بشكل سريع ومدروس. وهناك تمويل مالي وجهات معنية مختصة، يجب أن يكون هناك حضور ميداني على الأرض ومعرفة ما تحتاجه الحرية والشعلة والكرخ والرصافة والمناطق الأخرى في بغداد والعراق بشكل عام. وخطة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء أن تظهر هذه الآثار بشكل واضح للمواطنين خلال 100 يوم الأولى من عمر الحكومة. أكو جدية حد الآن؟ أنا أعيد الجدية، لأنه طبعا الجدية ناشئة من شخصية رئيس مجلس الوزراء وخبرته المتراكمة ومعرفته بالمشاكل ومعرفته بالحلول. لذلك يكون هناك رغبة جامحة لدى الحكومة باعتبارها اليوم أمام تحدي جماهيري شعبي، تحدي سياسي. هناك من يعول على فشل هذه الحكومة، هناك استبشار لدى الجمهور، ولكن هذا الاستبشار حذر كذلك، لا يصدقون ولا يثقون أن يتحقق شيء. ولكن من خلال الجدية والعمل المهني الحقيقي المخلص الميداني والمتابعة الحقيقية بعيداً عن القضايا الروتينية والفيسبوك وغيرها، يكون هناك إنجاز وعمل، خصوصا أن متطلبات الناس ليست بالمستحيلة وليست صعبة، وهي حقوق طبيعية. شنو قضية الشارع والماء والمجاري؟ يصير بيت ما بيه مي، يعني جارين صندة، ويصير المجاري ما موجودة لحد الآن في مناطق رسمية مثل الصابيات والتاجيات، وزعت كمناطق سكنية والآن مبنية أكثر من 70% منها وشوفها متروكة. لذلك في التاجيات الناس هم الذين اتفقوا مع مقاول وأنشأوا شبكة مجاري، لأن أمانة بغداد متلكئة بهذا الجانب. إلى متى نبقى بهذه الطريقة؟ يعني شبكة كهرباء مشكلة، يعني وهي أعمدة وأسلاك ومحولات، ليش الناس يظلون بهالمعاناة ومشلبين بهذا النائب وذاك النائب وهذا كاشخ بيها؟ والله جايب لهم محولة كأنما متفضل عليهم مصدق عليهم. خلي نطلع الناس من هالذلة ومن هالمهانة هذه، خلي يصير خدمة حقيقية، ونأمل من رئيس الوزراء أن يتوجه هذا التوجه الحقيقي. حياكم. لازم يكون لكم تعاون، لازم يكون تعاون، مو رجل واحد. طبعا احنا جادين في دعم رئيس الوزراء، سواء كتل سياسية في الإطار التنسيقي، في المكون السني، المكون الكردي،
كلهم المشاركين في تحالف إدارة الدولة عليهم أن يعملوا لإنجاح هذه الحكومة جميعا بهمة عالية، ومجلس النواب مسؤوليته يرشد ويتابع ويراقب أداء الحكومة ويصادق على موازنة 2023. جزاكم الله خير، حياكم الله أغاتي. الله يبارك لك ويسلمك، تحياتي سلامي. يعني هذا أنا أصريت على أنه أعيد كلمة العمل الميداني، أصريت على إعادة هذه الكلمة والجدية في العمل. احنا بصراحة خلي أحكيها يعني حتى بيسموه يسبعون، أنا أحكي من جانب المواطن، أنا أحكي من جانب المواطن اللي يحتاج الخدمة على مدى أعوام. على مدى أعوام كنا شفنا كمواطنين، ما راح أعدد بالأسماء، الوزراء كلهم أجوا قالوا راح نسوي لكم وراح نقدم لكم الخدمة وراح نبني لكم وراح نوفر لكم، وتاليها هالبياض كشوا ماكو. فكنا أمل أنه بتحسين الخدمات من نشوف إنجاز والله نقول هذا إنجاز ونعم الله عليكم وخلف الله عليكم زين، بس لازم تكون أكو جدية بالعمل، تكون أكو ناس توقف ويا اللي يشتغل، مو أصير لا حجر عثرة أمامه وأعطل عن شغله وأخرب اللي يشتغله. هذه طبيعي. أنا أتحدث بعض الكتل السياسية. الله يساعدك عمي، شونك حبيبي، قواك الله، شونك شون عايد إن شاء الله. مو شهرتوني. شلونك زين؟ يا غالي نعم حبيبي، حب الصحة الأحوال الحمد لله والشكر. نعم إن شاء الله الحمد لله. احنا نشكر دولة رئيس وزراء على هذه المبادرة الروعة الجبارة بإكساء منطقة الحرية الزراعي. هذا العمل عمل جبار، صار فترة يعني سنين معدودة ما حد قام بهذا العمل، بس احنا نشكر من مواطنين من ضمنهم أستاذ أمجد أبو عبد الله، هو بدأ هاي البداية الجميلة وسوى كساء أحد الشوارع بالزراعي مثل ما يقول جدحة، فهذا الإنسان يستحق الشكر والامتنان. زين أنتم وجهاء المنطقة عمي، عندكم تحركات لو ما عندكم؟ لون إحنا اللي تحركنا، إحنا اللي تحركنا، وإحنا صارنا سنة بلطنا شارع على حسابنا يعني من جيبنا، نفقتنا الخاصة والمجاري من نفقتنا بإشراف الأستاذ أبو عبد الله أمجد، أستاذ أمجد هذا الشخص محب البلد والوطن، فقام بهذا العمل وبتعاون من وجهاء المنطقة ولحقتها هاي المبادرة الطيبة بكادر الدولة ومن الحشد الشعبي الله يحفظهم، قاموا بهذا العمل وهذه الحملة الروعة. احنا عندنا مناشدة رئيس وزراء، هو تمليك المنطقة، تمليك بصورة رسمية وسندات رسمية على حسب الأصول، هذا طلبنا الرئيسي، والأكساء ومجاري وكهرباء كل شيء نظامي. احنا نريد الخطوة الكبيرة الجبارة هو تمليك المنطقة. هم لازم عليكم شوية، لازم هم تتحملون جزء او تتحملون المسؤوليه. اولا لازم يكون اكو تعاون بيناتكم. احنا كل التعاون بيناتنا، مواطنين موجودين، مواطنين قلت لك كسينا شارع احد الشوارع سويناها بلطناها بصوره رسميه تبليط وارصفه ومشبكات على كادر دوله يعني وهذا الشخص اللي بيقام هو ابو عبد الله استاذ امجد بجهود الناس الخيره بالتعاون معه قام بتبليط هذا الشارع. مو قلت لك انا جدح الرجل زين، هذا يعتبر شارع رئيسي، شارع رئيسي مدخل الحريه ومخرج الحريه، هذا كلش مهم يعني بالحريه كلها كلش مهم وهذا الشارع، فهذا فضل من الازمه هذا فضلنا ازمه الزلون، هذا يخفف من مداخل الحريه الثانيه والثالثه، هذا فد مربط رئيسي. موفقين اشكرك حبيبي، تعاونكم تاج راس ان شاء الله، تعاونكم ويا الشركات، احنا نريد الدوله هم تتعاون ويانا يعني. أيوه. تعاوننا هو وتنفيذ مطالبنا الشرعيه، واحنا اشترينا مبالغ كبيره بالفلوس واشترينا بيوتنا، نريد تمليك، التمليك هذا فشي رئيسي،
انا ما ملك بيتي، ما ملك بيتي وبلط الشارع شنو يعني؟ انا بالشارع يعني اعتبر، فانا اريد تمليك لان انا مشتري بفلوسي ومن حقه هذا الشيء. انا مواطن من حق بيوتنا وتعبنا عليها وسنين بنيناها مو بيوم وبيومين. اي فنحمد الله ونشكره. والمره الثانيه اناشد رئيس وزراء استاذ محمد الشاع السوداني اني ملك هذه هذا الدور الزراعي، واحنا نحمد الله ونشكره. ايش قد عدد البيوت؟ اكثر من 2000 بيت. اي اكثر من 2000 بيت، هذا مطلبنا الوحيد. الافرع نظاميه؟ الافرع هسه راح تصير ان شاء الله نظاميه، وهي كلها نظامي يعني طابوق و... لا 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 نظاميه على حسب الاصول، بس الاكساء هسه قاموا بهاي الحمله ومشكورين على هذه الحمله. حياك حبيبي رحمه. حياك وسلام لك يا طيب، الله يبارك فيك. انا مرتين ثلاثه عدت انه التعاون المشترك بين المؤسسات الحكوميه اللي موجوده وبين مواطنينا في هذه المناطق. عادة تكون هذه المناطق يعني بصراحة يعني لازم تكون أكو بيها قضية عمل، لازم يكون أكو بيها قضية يعني فرصة للشغل المستمر، يعني العمل المستمر، يكون أكو عمل مستمر تكون بيها صورة واضحة للمعالم أنه أكو عمل وأكو فرصة للعمل وأكو استراتيجية بالعمل، لأنه هذه المناطق عانت الكثير وما زالت تعاني بصراحة، ما زالت تعاني لغاية الآن، هي تعاني من موضوعات الخدمات. لكن في هذه الفرصة اللي السيد رئيس الوزراء أكد عليها، طبعا أكيد راح يكون أكو عمل، وضمن هذه الأعمال أنه تخلق نوع من إعادة الثقة، إعادة الثقة بالمسؤول. إحنا سبق وتحدثنا ودائما نتحدث نكون بجولاتنا الميدانية نتحدث عن عدم ثقة المواطن، انعدمت بين المواطن والمسؤول، ما ظلت تحسب للمسؤول حساب أبدا. لكن من تكون أكو فرص لإعادة الثقة، إعادة العمل المشترك، إعادة روح التعاون، طبيعي يكون أكو مؤثر، وهو المؤثر هو اللاعب الأساسي، هو بتقديم الخدمة. أنا بنقدم للمواطن خدمة وأبني له المدرسة وأبني له قضية التعليم وأبني له فرصة العمل للشباب وقضية المشاريع وقضية الشركات، وأسيطر على الوضع الأمني وأسيطر على وضع الشباب ومتطلباتهم. هذا هو اللي يعيد لنا الفرصة. صدقوني على مدى 20 سنة حتى المواطن مل من قضية الكلام اللي سولف فيه، مل على مدى 20 سنة شو مسوي لي شو مقدم لي. لكن من تكون أكو جدية يكون رافد أساسي لإعادة الثقة بين المواطن والمسؤول، وهذا اللي نتمناه. وهذه رسالة بدقيقة أخيرة للسيد رئيس الوزراء الحالي السيد محمد الشياع السوداني، أنت ابن جاويد وابن صلاء، وإذا أنطيت وعد لازم تنفذه. هسا احنا الوعود مال ذولاك القبلك والقبلك والقبلك ما نريد نسولف فيها، لكن أنت أمام مسؤولية. أما تكون منصف مع نفسك ومع مواطن ومع المواطن ومع الشعب بشكل عام وتنصف هذه الناس وتقدم لهم، وأما تقول لا والله يا أخواني عراقيين ترى الموقف صعب والضغوط صعبة والضغوط هواية، تقول عمي ما أقدر لها، ما أقدر لها، بعدنا بالبداية وما أقدر لها. هذا اللي رسالتي إليك يا السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. تقبلوا ودي واحترامي، انا محدثكم احمد ركاب وزملاء اللي رافقوا اليوم بهذه الحلقه الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى حسن. نشوفكم باكر بخير وسلامه، وواحد من الناس يوميا على زاكروس تي في الساعه 9 الصبح، والاعاده الساعه 4 العصر والساعه 12 بعد منتصف الليل. الى اللقاء.